اتكلم المره دي في مقاله منفصله عن اسباب ارتفاع البايلروبين واعراضه. ان شاء الله نحاول ان احنا نفتكر في نهايه هذا الفيديو نذكر بعض الادويه اللي هي ممكن تتسبب في انها ترفع مستوى البايلروبين. لو جينا نتكلم بسرعه على اسباب ارتفاع البايلروبين وازاي بنقدر نعالج هذه المشكله، قد يشير الارتفاع في مستويات البايلروبين بالدم لوجود مشكلات مختلفه بالكبد او القناه الصفراويه، وهنتطرق الى اهم هذه الاسباب. اسباب ارتفاع البايلروبين، بنقول ان البايلروبين بينتج عن تكسير كريات الدم الحمراء بعد ما بينتهي عمرها اللي هو 120 يوم او تعرضها للضرر. لذا فمن الطبيعي تواجد البايلروبين بالدم، وبالعاده بتكون مستويات البايلروبين بالدم عند الرجال اعلى بقليل من مستوياته عند النساء، لكن ارتفاع مستوياته عن الحد الطبيعي قد يشير لوجود مشكله. وهناك عده اسباب تؤدي الى ارتفاع مستويات البايلروبين بالدم، طبعا كلها مرتبطه بانه يحصل تكسير زياده في الدم فالبايلروبين هيزيد. اول حاجه فقر الدم الانحلالي او الهيموليتيك انيميا. فقر الدم الانحلالي هو تكسير خلايا الدم الحمراء بسرعه كبيره، بينتج عن هذا الامر تجوز تراكمات في مستويات البايلروبين بالدم، وقد يحدث فقر الدم الانحلالي بسبب خلل جيني او بسبب امراض المناعه الذاتيه او تضخم الطحال او حدوث عدوى، وذكرناه بالتفصيل قبل كده. وايضا قد ينتج فقر الدم الانحلالي عن بعض انواع السرطانات مثل سرطان الدم وسرطان الخلايا الليمفاويه، او كنتيجه لتناول بعض الادويه، وهنبقى نقول مثال لبعض الادويه. حاجه ثانيه برضو من ضمن اسباب ارتفاع البايلروبين، الرطوب الصفراوي داخل الكبد للحامل اللي هو الانترا هيباتيك كوليستيزيس اوف بريجنانسي. بيعدي الركود الصفراوي داخل الكبد للحامل حاله مؤقته قد تحدث خلال الثلث الاخير او السير ترمستر من الحمل، حيث تؤدي الى ابطاء او ايقاف تدفق الماده الصفراء او البايل من الكبد. هيحصل بقى بطء في تصريف الماده الصفراء مما يؤدي لتراكمه وارتفاع مستوياته بالدم. في كمان سبب من اسباب ارتفاع البايلروبين حاجه اسمها متلازمه غيلبرت او جيلبرت سيندروم. متلازمه جيلبرت هي مرض وراثي جيني يصيب الكبد ويؤدي لنقص الانزيم الذي يساعد الكبد في عمليه تحطيم البايلروبين، ويتسبب في عدم قدره الكبد على التعامل مع البايلروبين وتحطيمه الى ارتفاع مستوياته في الدم. وعادة بيتم اكتشاف الإصابة بهذا عند إجراء فحوصات الدم لأسباب أخرى. في من ضمن أسباب ارتفاع البايلروبين أيضا التهاب الكبد الفيروسي الفيرال هيباتايتس، ودي من الحاجات الشهيرة قوي. أما بترتفع الصفرة في معظم الأحيان قد تكون سبب لأنه في التهاب كبد فيروسي. عند حدوث التهاب الكبد الفيروسي لا يستطيع الكبد معالجة البايلروبين، مما يؤدي لارتفاع مستويات وتراكمه بالدم، وغالبا لا يؤدي التهاب الكبد الفيروسي لظهور اعراض، ولكن من الممكن ان تظهر اعراض كاليرقان والقيء والغثيان. يبتدي الجسم يصفر ويبتدي الشخص يبتدي يرجع ويبقى عنده يعني غمامان نفسي. في حساسيه من بعض الادويه، ودي الجزء اللي احنا كنا بننوه عنها في البدايه، او الدراج هايبر سنسيتيفيتي، وقد تؤثر بعض الادويه على وظائف الكبد مسببه ارتفاع البايلروبين، ويعود السبب لاستخدام المفرط او طويل الامد لهذه الادويه. يعني في بعض الادويه استخدمناها فتره طويله هتاثر على الكبد وترفع مستوى العصاره الصفراويه. ده زي بعض المضادات الحيويه زي الاموكسيسيلين والسيبروفلوكسيسيلين، وادويه الفطريات زي الفلوكونازول، وبعض الادويه المضاده للتشنج زي حامض الفالبرول. في ممكن من ضمن الاسباب بتاع ارتفاع البايلروبين التهاب القناه الصفراويه او البايل داكت انفلاميشن، وترتبط القناه الصفراويه بتربط القناه الصفراويه الكبد والمراره بالامعاء الدقيقه، حيث تساهم بنقل هذه الماده المحتويه على البايلروبين من الكبد والمراره للامعاء الدقيقه. في حال حدوث التهاب او انسداد بالقناة الصفراوية فلن تتدفق المادة الصفراء بشكل طبيعي، مما يؤدي لارتفاع مستوياته بالدم. من ضمن أسباب ارتفاع البايلروبين أيضا حصل مرارة أو الجول ستونز، وهي من أهم الأسباب ارتفاع البايلروبين، وتحدث نتيجة لتصلب الكوليسترول أو البايلروبين في المرارة، حيث أن المرارة مسؤولة عن تخزين المادة الصفراء، وهي سائل هضمي يساعد في تحطيم الدهون قبل دخولها الأمعاء. من الممكن ان تحدث حصل مراره اذا كان جسمك ينتج كميات كبيره من البايلروبين بسبب مشكله في الكبد، او اذا كان الكبد ينتج كميات كبيره من الكوليسترول. اضافه الى ذلك
قد يكون السبب في حدوث حصل مرارة هو حدوث مضاعفات لعدوى بالمرارة أو لمشكلة بالدم، حيث يتراكم البايليروبين عند حدوث انسداد بالمرارة فلا تتمكن من تصريفه بشكل صحيح. أسباب أخرى لارتفاع البايليروبين وتشمل التمارين الرياضية الشاقة زي الجري وتناول بعض الأعشاب زي الجينسينج الصيني بدون استشارة طبيب. يدينا بقى نتكلم في الآخر على أسباب ارتفاع البايليروبين عند الأطفال حديث الولادة، ودي بقى كتير قوي. ينزل الطفل عنده الصفرة، إيه السبب؟ فرط البايليروبين عند الأطفال حديث الولادة أو اليرقات عند مواليد الجدد بنشوفها كتير، هي مشكلة قد تصيب حوالي نص مواليد الجدد في الأسبوع الأول بعد الولادة، يعني ممكن تحصلش بعد الولادة على طول، حيث لا يكون الكبد قادرا على التعامل مع البايليروبين ومعالجته بكفاءة، بيبقى الكبد ما زال غير ناضج. هناك أسباب عديدة قد تؤدي لارتفاع البايليروبين عند الأطفال حديث الولادة، ومنها عدم وجود البكتيريا المسؤولة عن عملية الهضم لدى حديث الولادة وعدم اكتمال نمو الكبد زي ما احنا قلنا. وبتعتمد شدة وتأثير اليرقان عند حديث الولادة على عدة عوامل وتشمل عمر الطفل، يعني ممكن ما بيتولد بدري عن ميعاده ممكن يكون عرضة للإصابة بهذا الموضوع. وأسباب ارتفاع البايليروبين عند الطفل وفي حالات الولادة المبكرة زي ما بنقول، وبشكل عام عند الأطفال حديث الولادة اللي يتمتعوا بصحة جيدة لا يدعو ارتفاع البايليروبين لديهم للقلق إلا في حال وصول مستوياته لأعلى من 18 ميلي جرام بير ديسيليتر، وده اللي بيحدده الطبيب، كان هيجي حاجة علاجية ولا يدخل الطفل الحضانة. أعراض ارتفاع البايليروبين بتعتمد أعراض الأعراض على أسباب ارتفاع البايليروبين لديك، وقد لا تظهر أي أعراض، وقد تقتصر أعراض على اليرقان أو اصفرار العيون والجلد. وإليك أهم الأعراض المرتبطة بارتفاع مستوى البايليروبين: ألم في البطن وانتفاخه، قشعريرة، ارتفاع درجة حرارة، ألم بالصدر، تعب، دوار، قيء، غثيان، بول داكن على غير العادة. ونخلي بالنا كويس قوي من حكاية البول الداكن دي، لأنها قد تدل على أمور كتير، ممكن تدل على أنيميا الخوف، ممكن تدل على التهاب كبدي وبائي، قد تدل على ارتفاع البايليروبين لأي سبب من الأسباب. وطبعا الطبيب هو اللي هيقدر يميز ايه السبب، هل بول داكن مع سكونة، هل بول داكن مع ترجيع، وهيقدر يميز السبب. مع السلامة.